في الفيديو غادي نشوفوا مع بعضياتنا اكثر 10 ديال اللاعبين في هذا المونديال ما كنحملهمش نهائيا. هاد اللاعبين باش انا غادي نذكر ما تنتفرجش فيهم نهائيا وما كنحملهمش اصلا. وكاين بعض اللاعبين من هاد ال10 اللي غادي نذكر كنت نبغيهم قبل المونديال ولكن اللي بدا المونديال ما بقيتش تنحملهم نهائيا. وبزاف ديال اللاعبين اللي اختاريتهم في هاد القائمه هادي كانوا خرجوا وتهجموا على قطر. المهم الاخوان نمشيو نبداو الفيديو ديالنا من الرتبه ال10. في الرتبه ال10 اختاريت اللاعب منتخب الالماني روديغر. روديغر لاعب مسلم وحنايا كمسلمين كنا تنحترموا هاد اللاعب هذا، ولكن باش تمشي مع المنتخب ديالك وتدعم ديك الفئه وتهجم على بلد اسلامي هنا ما غاديش نحملك، لان ديك الحاجه اللي دارها خلى بزاف ديال المعجبين المسلمين اللي كانوا تيتبعوه يرجعوا ضده، لان اصلا انت غتلعب بلد اسلامي يعني خاصك تحترم الطقوس ديالهم. المهم هاد الحاجه اللي دارها اوديغار خلاني ما تنحملوش نهائيا في هاد المونديال ديال قطر. نمشيو دابا الاخوان الرتبه التاسعه. وفي الرتبه التاسعه اختارت اللاعب المنتخب الفرنسي اوليفي جيرو. اصلا انا المنتخب الفرنسي ما تنحملش فيه تقريبا شي 70% ديال اللاعبين اللي تيلعبوا فيه، ولكن بالخصوص جيرو هاد اللاعب هذا ما تنحملوش نهائيا، وهادشي راجع السبب واحد اللي هي الدولة الفرنسية. ولكن علاش اختاريت جيرو؟ لأنهم ديك اللاعبين اللي مستفزين بزاف، وزيد عاوتاني هاد اللاعب هذا من أكبر الداعمين ديك الفئة اللي على بالكم، ومن غير جيرو أصلا أنا المنتخب الفرنسي ما تنحملش نتفرج فيه نهائيا، وفي اللاعب اللي غادي نحطو في المركز الأول غتعرف علاش أصلا أنا ما تنحملش هاد المنتخب. نمشيو دابا اللاعب اللي حطيته في المركز الثامن، واخترت أنايا مدافع منتخب أوروغواي اللي هو غودين. كنا تنعرفو غودين اللي كان مع أتلتيكو مدريد وتيلعب مع أوروغواي. هاد اللاعب هذا ما تنحملوش بالخصوص على حساب التدخلات ديالو واستفزاز لا نهائي ديالو، اللي تيكون شي ماتش زوين وفي مستوى دائما هاد المدافع هذا تيخسرو، ودائما هاد اللاعب هذا تيدخل في نزاعات مع اللاعبين ديال الخاص، على هاد الحاجة هادي بالضبط ما تنبغيش هاد اللاعب هذا. نمشيو دابا اللاعب اللي جا في المركز السابع، واخترت في هاد المركز اللاعب المنتخب الانجليزي ماغواير. أول حاجة ماغواير هو أكثر لاعب اللي تيطلعوها لي في السوشيال ميديا، وأنا شخصيا تفرجت في أول جوج ماتشات ديال المنتخب الانجليزي هاد اللاعب هذا كان في المستوى، ولكن اللي ما حملش في هاد اللاعب هذا كان خرج وتهجم على مونديال قطر، وهو الوحيد من اللاعبين ديال المنتخب ديالو كاملين كان خرج عطى الراي ديالو في مونديال قطر، وقبل السن ديالو هو مع الحريه وهو ضد هادشي اللي تيديروه قطر، وهذا السبب واضح باش نحطو في المركز السابع. نمشيو دابا اللاعب اللي حطيته في المركز السادس، واخترت فيه اللاعب المنتخب الالماني كيميتش. اصلا يا خويا من غير جمال موسليرا ما بقيتش نحمل حتى شي واحد من المنتخب الالماني، وخصوصا هو المنتخب الوحيد اللي خرج ودار ديك الظاهره الكوميديا، وما حد كيميتش كان مشارك معاهم وكان تيتهجم على قطر غادي نحطو في هذا المركز. نمشيو للاعب اللي حطيته في المركز الخامس، واخترت في هذا المركز هذا اللاعب المنتخب الالماني عاوتاني مولر، ونفس الحاجه اللي قلتها على كيميش حتى هي غادي نقولها على مولر، وثاني حاجه هذا اللاعب هذا هو اكثر واحد اللي كان تيتهجم على قطر، واصلا ودي جينا بالمنطق انت جاي لدوله اسلاميه خاصك تحترم العادات ديالها، كما جميع المسلمين اللي تيمشيو لالمانيا عاوتاني تحترموا العادات ديالكم، وما حدك جيتي لدوله اسلاميه ودرتي بحال هكاك انا غادي نحطك في هذا المركز هذا. نمشيو دابا للاعب اللي حطيته في المركز الرابع، وهنا اخترت لاعب المنتخب البرتغالي برونو فرنانديز. هاد اللاعب هذا اول حاجه انا ما كنحملوش مع عبد الله، وثاني حاجه هاد اللاعب هذا هو اكثر لاعب مستفز، ودائما تيكون مستفز لواحد الدرجه كبيره لا مع مانشستر يونايتد لا مع المنتخب ديالو، وعلى حسب هادشي هذا حطيته انا في المركز الرابع، واصلا انا تنشوف برونو فرنانديز تيستاهل هاد المركز هذا. نشوف دابا الاخوان اللاعب اللي حطيته في المركز الثالث، هاد اللاعب هذا اللي حطيته في هاد المركز هذا كان بين افضل اللاعبين بالنسبه لي انا شخصيا، وزيد عاوتاني هاد اللاعب هذا كنت اكثر لاعب اللي تنحترمو. هاد اللاعب هذا ما غاديش نقول سميتو، غادي خليك انت تهبط تكتبو في كومونتيرات، وانت تحت على هاد اللاعب هذا غادي نعرفك حتى انت عندك نفس الفكره ديالي نيشان. المهم هاد اللاعب هذا هو اكثر لاعب اللي كان تيدعم ديك الفئه الصغيره اللي على بالكم، وثاني حاجه قبل ما يبدا المونديال كان هو اكثر لاعب اللي تيتهجم على قطر. اما الحاجه الثالثه هاد اللاعب هذا كان صرح بلسان ديالو باللي غادي يلبس الشاره ديال ديك الفئه باي طريقه ممكنه، ولكن اللي منعت الفيفا هادشي هذا خرج بتصريح اخر قال ما فيا ما دخل الماتش وانا عندي صفرا. المهم اذا عرفت هاد اللاعب هذا هبط وكتبها في كومونتير. نمشيو دابا اللاعب اللي اختاريته في المركز الثاني، وفي هذا المركز هذا اختارت الحارس المنتخب الالماني نوير. هذا الحارس هذا حتى هو كان خرج واستفز بزاف دولة قطر، وهذا الحارس هذا كان بين اكثر اللاعبين اللي ما باغينش قطر تنظم المونديال، وهو كان اكثر واحد اللي كان ضد الفكره باش المونديال يتلعب في قطر اصلا، على هادشي تيستاهل يكون في المركز الثاني. نمشيو دابا اللاعب اللي جا في المركز الاول، وهنا بدون نقاش اختارت اللاعب المنتخب الفرنسي غريزمان. هذا اللاعب هذا اول حاجه انا ما تنحملوش نهائيا، وثاني حاجه هو اكثر لاعب اللي كان تيدعم ديك الفئه، وثالث حاجه كان هو اكثر لاعب فرنسي تيتهجم على قطر، وبالنسبه لي هاد اللاعب هذا تيستاهل ليا في المركز الاول. المهم يا اخوان اذا وصلت حتى لهاد اللقطه هادي ما تنساناش لايك الفيديو، وثاني حاجه ما تنساش بارطاجي الفيديو مع صحابكم، ويلا كان معكم حافظ وتهلا.